نعطيكم شيء عن حركة تحرير المرأة في البلاد العربية. أنا هذا هو المقصود. طبعا قامت الحركات هذه في أوروبا وفي أمريكا أيضا، وأول ما بدأت عندنا في مصر. كيف بدأ هذا الأمر؟ أيام محمد علي باشا الذي كان يحكم مصر من 1804 إلى 1854 للميلاد. طيب، محمد علي باشا حكم مصر بعد زيارة نابليون، ننطقها لكن هم يقولون نابليون، زين. فهذا جاء يعني زيارته إلى مصر أو احتلال لمصر ويجي نسميه 1897 1798 طيب للميلاد. وأعجب محمد علي باشا بهؤلاء في زيهم، في أسلحتهم، في ثقافتهم ومدنيتهم، فقرر أن يرسل وفدا للدراسة وأخذ المعرفة من يعني من أوروبا، أرسلهم إلى هنا إلى فرنسا خاصة. وجدت بعض المصادر تذكر بأنه أرسل 50 طالبا، والله أعلم بصدق هذا العدد، لكن المهم أرسل جملة من الطلبة. وكان ذلك سنة 1826 للميلاد. فاقترح الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر في ذلك الوقت على محمد علي باشا أن يرسل مع هؤلاء الطلبة مشرفا دينيا وإماما يؤمهم في الصلاة. فقال له طيب من تقترح؟ قال اقترح الشيخ رفاعة الطهطاوي، أحد المشايخ متخرجين حديثا من الأزهر، ولسنة 1801 هذا. فكان عمره تقريبا 24-25 عاما، وكان حافظ القرآن وعنده فقه في الدين ومعرفة وشخص ألمعي ومنفتح. راح مع الوفد، وجدت بعض المصادر تقول ثلاثة، أرسل إليهم ثلاثة أئمة، هذا أحد، وبعضهم يقول واحد. المهم ذهب معهم، لما رأى النشاط العلمي وهو ما عنده شغل، يقال بأن أرسل إلى محمد علي باشا يستأذنه في الدراسة، فأذن له، قال ماشي مانع، فدخل معهم. واضح؟ وذكر بعضهم بأنهم كانوا يدرسون في السوربون في باريس، فدرس اللغة الإنجليزية وأتقنها، ممكن زاد عليه ملاك لأنه ما شاء الله عقل، وبدأ يدرس القانون الفرنسي والحقوق والآداب وهذه الأشياء، ويلتقي بالمستشرقين ويتحاور معهم. ورجع إلى مصر بعد 5 سنوات بدل الشيخ رفاعة مسيو رفاعة غسيل مخ، وألف رسالة مهمة جدا اعتبرت تحولا كبيرا في فكره، اسمها تخليص الإبريز في تلخيص باريس. كتب فيها مذكراته، ويمجد فيها المجتمع الغربي والمرأة الغربية، ويعتبر بأن المرأة الغربية عفيفة ولو كانت لا تلبس الحجاب، ويعبر عن الرقص يقول فهلوة، والمرأة يعني، وذكر أشياء كثيرة تتعلق بتعليم المرأة والنظم الإدارية والمالية عند الغربيين من بعض الأشياء التي يعجب بها. طبعا بدأ ينشر هذه الأفكار في مصر، وطبعا يعني يعتبر أحد أسس النهضة العصرية في مصر في النواحي الإدارية والمالية، أتى بأشياء كثيرة لي يعني تغيير، واقتنع بها محمد علي باشا وأخذ بها، ومن بعده أيضا من بعض يعني ما يسمى الخديوي، واضح، كان معه، فتطورت كثير من الأمور والأنظمة. لكن من أخطر ما قام به هو أنه ترجم القانون المدني الفرنسي، وكانت أول ترجمة إلى العربية، وهذا القانون طبق للأسف في مصر، وبدأ النظام العصري للدولة المدنية بتهميش الشريعة الإسلامية في الحكم أول مرة، وانتقل هذا إلى بقية الدول العربية. طيب، على كل حال اشتغل بالصحافة، اشتغل بإنشاء جامعات، اشتغل بنشر فكره، بعض الحكام وافقوه وبعضهم خالفوه، واحد يسمى يعني الخديوي عباس، هذا طرده
وذهب إلى مصر إلى السودان، ثم بعد سنين بعد موت هذا الخديوي رجع. طيب، وكان في سجال مع الحكام. الخلاصة أنه تولى أمر التغيير فيما يتعلق بالمرأة. ولذلك إن قيل بأن قاسم أمين هو زعيم تحرير حركة تحرير المرأة، نقول روحيا هو هذا رفع الطهطاوي قبل قاسم أمين، فبدأ ينشر هذه الأفكار. و بس ما يحتاج زين. وألف كتاب المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين لإنشاء أول مدرسة نسائية في مصر. وللأسف الشديد أيضا كان بعض الناس ممن يمثلون الدين في مصر، للأسف كانوا أيضا إيش؟ جامدين منغلقين، وشوفوا يطالب بتعليم البنات هذا، واضح؟ بهذا الفكر. والأصل أن تعليم الأنثى جائز في الشرع، بل مأمور به، بل هو واجب، فهمتم هذا؟ وتعلمت عائشة على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت عالمة. لكن المجتمع الإسلامي يعني ابتعد كثير عن فهم الدين الصحيح، ودخل جمود حتى في عقول بعض من ينتسبون إلى هذا الدين، وحتى في الأزهر، واضح؟ وعارضوا التعليم هذا للبنات. لكن طبعا بعضهم يدافع عن هذا ويقول هؤلاء عارضوا لأن هؤلاء اللي هو رفع الطهطاوي كان ما يريد تعليم البنات فقط، وإنما كان يريد إخراج الملات من بيوتهن، وله مقاصد أخرى، واضح؟ لكن المهم هذا نجح، لأن استعمل الدهاء أيضا، فنشر أول شيء الفكر عن طريق هذه الرسائل التي كان يكتبها والمؤلفات، وعن طريق الصحافة والجامعات يعني بعدين أصلاً زين. وكذلك عن طريق التلاعب بعقول الناس، فأقنع الناس بضرورة إنشاء مؤسسة أو مركز لتعليم وتدريب القابلات توليد النساء. قال الناس تراضي أنتم حريمكم يولدها الرجال أو أولادكم يموتون أثناء الولادة أو نساؤكم؟ قالوا لا. قالوا ليه؟ قال لأن هذا القابلات اللي ولده ما يعرف شيء، ويستعمل آلات إيش يعني اسم هذه ملوثة، فتموت المرأة ويحصل لها كذا وكذا ونزيف إلى آخر وهذا الولد. فقالوا زين، شوف سمحوا ببناتهم أن يتعلمن ماذا؟ هذا العلم. طبعا بدأ الأمر شيئا فشيئا، بعد ذلك فتح المدرسة للبنات، ثم بعد ذلك انتشر الأمر. طبعا رفاع الطهطاوي كان عنده فقه كما ذكرنا، ودرس في الأزهر، فكانت عباراته دقيقة، ما يأتي بأشياء يعارض بها الشرع ويصادمه، واضح؟ وإنما كان يأتي بهذه الأفكار بطريقة غير مباشرة، لكن كان هو المؤسس لهذا، خاصة عندما مدح المرأة الغربية وأثنى عليها حتى مع عدم لبسها للحجاب، ودعا إلى التشبه بالغربيين في الحضارة، ودعا لنقل تجربة الغربية بإدارتها وكذا كذا إلى البلاد الإسلامية، ففتح الباب. طيب قلنا هو ذهب 1826 ورجع 1831 ومات 1873، لأنه عاش 72 سنة، فإذا حياته من 1801 إلى 1373. نأتي لشخصية أخرى أتت بعده، وهي شخصية قاسم أمين، ولد 1879، واضح؟ وعلى هذا لم يلتقي بمن؟ برفاع الطهطاوي، لكن لا شك أنه تأثر بفكره، بدأ الكلام عن هذه المواضيع، درس دراسته في مصر الأولى، ثم ذهب أيضا للدراسة في فرنسا، واضح؟ هذا درس في السربون، وهذا درس في عثمان بولي وهي اسمها، وأخذ دراسة في الحقوق، ورجع يعني يعمل في سلك الشرطة والنيابة كما يقولون والقضاء، ثم أصبح مستشارا. هذا قاسم أمين تأثر بشخصية أخرى دينية علمية وقامة كبيرة، هي شخصية الإمام محمد عبده، كان في وقته، والتقى به في فرنسا بعدما نفي الإمام محمد عبده من مصر لأنه كان ضد الإنجليز، واضح؟ وذهب إلى فرنسا
التقى بهذا الطالب أو التلميذ اللي هو قاسم أمين، فكان قاسم أمين يحرص على حضور مجالس الإمام محمد عبده ويترجم له محاضراته للمستشرقين، واضح، والمناقشات التي تدور بينهم، فكان بينهم علاقة. ولما رجع إلى مصر، طبعا هو صار 1881 للميلاد ورجع 1886 كالعادة، يعني 5 سنوات، سنة لغة وأربع سنوات بكالوريوس، رجع ألف شخص قسيس متعصب فرنسي كتابا اسمه المصريون، يسمى الكونت داركير، سب فيه المصريين والمرأة المصرية خاصة، وقال بأن سبب التخلف هو هذا الدين الذي تتمسك به، تكلم على الإسلام بإيش؟ بسوء، وعلى الحجاب وعلى كذا وكذا وكذا. غيرة رد عليه هذا من؟ قاسم أمين في كتابة أيضا سماه إيش؟ المصريون، سنة 1894، وانتصر فيه للحجاب وللإسلام وحقوق المرأة وكذا وكذا، وكان يكتب مقالات أيضا في جريدة تسمى جريدة المقطم، فانتقد في بعض النساء المصريات اللائي يتشبهن بيش بالمجتمع الغربي وكذا وكذا، فكانت هناك أميرة تسمى أميرة نازلي فاضل، قالوا لها هذا قصد شنتيه، صارت سوء علاقة واستعلت عليه السلطة لكي يسجن وكذا وكذا وكذا، فصار حال أصحابه شيخ الإمام محمد عبده، واضح، بعد ما رجع إلى مصر وذهب إلى سعد زغلول، وكان سعد زغلول في تلك الفترة هو يتولى يرأس الحركة الوطنية ضد الإنجليز وله مكانة، فكلموا الخديوي أن هذا، وكلموا هذه المرأة أصلا الأميرة أن ما يقصد معه كذا وكذا وكذا، طيب، فسامحته على أن يؤلف رسالة أو كلاما يرد فيه على نفسه، واضح؟ فألف رسالته المعروفة أو كتاب الصغير المعروف تحرير المرأة سنة 1899 للميلاد، ونسف يعني المبادئ التي كان يدافع عنها، دافع عن الحجاب ودافع عن المرأة المسلمة وكذا، في هذا الكتاب صار العكس، ولا زال كلامه شوي شوي ما كثير، هو تكلم عن الحجاب وتكلم عن تعدد الزوجات وتكلم عن الطلاق في الإسلام، ولكن فيه الضعف، ما بنفس القوة والحماس والدفاع، لا، بدأت الأفكار تتذبذب. في كتابه الجديد ألف سنة 1900 للميلاد بعنوان المرأة الجديدة، عاد هنا تكلم ضد إيش؟ الحجاب، وانتكس على رأسه، حتى بعض الناس قال هذا مرتد عن الإسلام، واضح؟ طبعا الرجل كتب ونشر فكره، وكان في صراع، وكان في نهاية حياته يعني شارك في تأسيس جامعة القاهرة سنة 1906 أو كذا، إلى أن مات سنة 1908 تقريبا، 1908 مات، والله أعلم بأمره. يقال بأن امرأته كانت متحجبة، يقال بأنه تراجع عن تلك الأفكار، واضح، وتمنى أن لو لم يكتبها بعد ما رأى الآثار، لكن هذا لم يثبت. فإلى الآن لا زال الكتاب والباحثون يختلفون في الحكم عليه، والله أعلم بأمره، لكن هو فتح الباب وأمر الاستعمار البريطاني بترجمة كتاب هذا تحرير المرأة إلى كثير من اللغات الحية في العالم، خاصة في البلاد الإسلامية، وانتشر هذا الفكر من مصر إلى البلاد الأخرى. هذه الشخصية الثانية المؤثرة في حركة تحرير المرأة. الشخصية الثالثة المهمة جدا التي أثرت في حركة تحرير المرأة في البلاد العربية شخصية هدى شعراوي. هذه الشخصية هدى شعراوي عاد ما شاء الله، يعني كان قامت بنقلة نوعية كبيرة جدا، وأظنها ولدت، تشوف راجعوا التاريخ، أظنها 1893 1893 واسمه الحقيقي نور الهدى محمد سلطان شعراوي، ولكن بعدما تزوجت
غيرت اسمها الى اسم ايش؟ زوجها هدى علي شعراوي. طبعا تقليدا للغرب. نشات نشأة عاديه من اسره يعني من عليه القوم. كان ابوها في وقت من الاوقات يتولى رئاسه البرلمان وذهب للعلاج في سويسرا ومات في النمسا وعمرها 5 سنوات. فنشأت يتيمة وربتها أمها من أصل شركسي فيما قيل، أتت إلى مصر من بلاد القوقاز. وبعدما وصل عمرها 12 عاما زوجتها أمها من ابن عمتها هذا اللي هو علي بيك شعراوي، والذي أصبح من بعد أيضا رئيسا للوزراء. وطبعا كان عمرها تقريبا 12 سنة، وجدت بعض يقول كان عمرها 14 عاما، وتقول أنا ما أعرف شيء ولا موافقة ولا شيء، لكن أرغمت على ذلك. وكتبت في مذكراتها يعني تتبرم من الزواج وكإلى آخر. على كل حال مضت الأيام وصار انفصال وخلافات بينها وبين هذا الزوج، وبعد ذلك رجعت وكان من نتيجة هذا الزواج ولد وبنت وربتهم وتفرغت لهم. ولكن منذ ذلك الوقت كانت مع علية القوم وتتأثر بالأفكار الخارجية، لأن علية القوم يأخذهم الترف والمدنية. وبدأ تواصل مصر كما قلنا بعد ما يقرب من أكثر من 50 عاما من نهضة محمد علي باشا ورفاعة الطهطاوي وقاسم إيش أمين والدراسة في أوروبا. فهي ذهبت للدراسة في فرنسا. شوف فرنسا هذه هي دور الفرنسي، دور الفرنسي. لاحظوا رفاعة، قاسم أمين، هذه هدى إيش شعراوي، سبحان الله. وتأثرت بامرأة هناك كانت زوجة لأحد المصريين يسمى رشدي بيك، تأثرت به، تأثرت بهذه المرأة الفرنسية. و هذه المرأة رأت في هدى فتاة شابة راغبة في العلم القيادية، فاستلمتها وعاملتها كابنتها لأن أمها ماتت أيضا، واضح، وعلمتها اللغة الفرنسية وعلمتها الثقافة الفرنسية ورجعت إلى مصر. ارتبطت هدى شعراوي بحزب الوفد المصري، الحركة الوطنية التي أنشأها سعد زغلول، فكانت أيضا مع علية إيش القوم، وزوجها أيضا كان من أعضاء هذا إيش الحزب. فبدأ التعامل بهذه الصورة والتظاهر بالثقافة، فأنشأت اللجنة، لجنة النسائية في حزب إيش الوفد المصري، وبدأ انخراط المرأة في السياسة. ولما نفي سعد زغلول من قبل الاستعمار البريطاني إلى مالطا، واضح، طالبت بإطلاق سراحه، بإطلاق سراحه، وقامت مع بقية النساء بجهود كبيرة وتكتب وتتكلم وإلى آخره. ولما رجع ذهبت لاستقباله في الإسكندرية، يقال ذهبت مع صفية زوجتي تسمى صفية إيش زغلول، ويقال مع امرأة أخرى سمى سيزا سبراوي نبراوي. سيزا نبراوي هذه تعتبر يعني يقولون سكرتيرة بلفظهم، واضح، والصديقة مقربة جدا لهدى شعراوي. فصعدت يمكن إلى السفينة ولا كيش، كيف ماشي طيران ذيك الأيام، لاستقبال سعد زغلول، وكان الأمر مبيتا بليل. فيقال بأنها خلعت الحجاب هي وزبيلتها صاحب ودسنها تحت أرجلهن، ويقال بأن سعد زغلول هو الذي فعل هذا بهم، واختار هذا اليوم، واضح، ليكون إعلانا أمام جميع الناس، لأن الشعب خرج لاستقبال هذا القائد إيش الوطني رجالا ونساء، وأرادوا أن يثبتوا أن المرأة تشارك في الحركة الوطنية ولها دورها، وأن ذلك وأن خلعها للحجاب لا يضر. فعلا انتشرت هذه الفكرة، وأغلب، لم نقل جميع، النساء للأسف ألقين الحجاب
حد يقال ألقينا الحجاب بإظهار الشعر، وبعضهم فقط قال ألقينا الحجاب لغطاء الوجه، والله أعلم. لكن الحركة الشنيعة هي دوسه تحت إيش؟ الأردن، أيوة القدم، كأنه هو رمز التخلف ورمز تقييد للمرأة. هناك بدأ هذا الأمر ينتشر. طبعا هدى الشعراوي بسبب علاقتها بالسلطة حضرت مؤتمر روما سنة 1922 على ما تقول بعض المصادر، ولما رجعت من هناك وهي تمثل المرأة المصرية، ويقال بأنها التقت بموسوليني هناك، وذكرت في مذكراتها هذا الأمر، التقت به وأثنت على موسوليني، يعني شيء عجيب. إنزين، وأسست سنة 1923 للميلاد الاتحاد النسائي المصري. هذا أخطر عمل قامت به هدى الشعراوي، أنها نقلت الأفكار النسوية إلى حركة لها أهدافها، لها خطتها، لها أعضاؤها الذين ينتمون إليها، لها اعتراف رسمي، لها ميزانيتها. أكبر شيء وأعظم شيء قدمته لحركة تحرير المرأة. فبدأ هذا الفكر ينتشر في مصر، بل في البلاد العربية إيش الأخرى، لأن عمل منظم فعلا. توج بين قوسين كلمة تتويج، طبعا هذا العمل بالاجتماع في ما بتأسيس ما يسمى الاتحاد النسائي العربي بعد نحو 20 عاما سنة 1943. حضرت وفود نسائية من عدة دول عربية بنفس الفكر، ضد الحجاب، المطالبة بتقييد حق الطلاق وما يكون إلا أمام القاضي وبإذن من القاضي، يعني تقييد تعدد الزوجات، ويعني المطالبة بمساواة المرأة بإيش؟ بالرجل. يعني الأفكار خطيرة أخرى دسها النصارى في هذا الموضوع أيضا وقبلوها، لأن هذا من الملاحظات المهمة، أن النصارى في مصر وفي غير مصر دخلوا في الخط لأجل نشر هذه الأفكار المضادة للإسلام، طعنا في الإسلام وإفسادا للمجتمعات المسلمة بإفساد المرأة. فمن أوائل من ألف في هذا واحد يسمى مرقص فهمي، تكلم عن المرأة، وله كتاب في هذا راجعه، يطالب بهذه الأشياء وزيادة على، يعني يطالب بإلغاء الحجاب، ويطالب أيضا من ضمن ما ذكر بإباحة تزويج المرأة المسلمة ليش؟ للنصراني، ويطالب بالمساواة المرأة فيش؟ للرجل في الميراث، أشياء مضادة للأحكام القطعية في دين الله عز وجل. وطبعا تطورت هذه المسألة، وتولت هذه هدى شعراوي رئاسة الاتحاد النسائي العربي حتى ماتت سنة 1947 غير مأسوفين عليه. طيب، وقامت بدور كبير في جمع النساء، في إلقاء المحاضرة الدروس، في الكتابة في الصحف، في المشاركة في الجامعات، في يعني الاعتراف، طلب الاعتراف من قبل السلطة المصرية الرسمية بهذا الجهد، في حضور المؤتمرات العالمية. وذكرت في مذكراتي أن التقت بمصطفى كمال أتاتورك شخصيا، لأن كانت ترأس الوفد المصري الذي كان يجتمع في أمور، يعني مؤتمر نسائي عقد في إسطنبول، وكان بحضور أتاتورك، وتذكر بافتخار بأنها التقت بهذا القائد العظيم وألقت كلمة أمامه تثني عليه على ما حققه من إنجاز، وأنها تتمنى أن تنتقل هذه التجربة إلى مصر وغيرها من بلاد العربية الإسلامية، وتقول قلت له بأن الأتراك إن كانوا يقولون لك أتاتورك أي أبا الترك، فأنا أقول لك أتاشرق، أنت أبو الشرق كله. يقول فأعجب بهذا الكلام وكاد يعني يبكي من شدة التأثر بهذا، أن تقول أنا قلته كلاما لم يأتي به أي وفد آخر. فواحدة تمجد هذا الشخص، ماذا ينتظر منه؟ واضح هذا؟ فعلى كل حال، إذن هذه أهم الشخصيات، وهذه مبتدأ حركة تحرير إيش؟ المرأة. وهناك أهداف تسعى إليها، واضح؟ بعض الأهداف
حسنة في تعليم المرأة وإعطاء المرأة إيش حقوقها وكذا. طبعا لا شك هناك أهداف أيضا جميلة، وهناك للأسف أيضا أهداف إيش يعني ضارة وسلبية وضد الإسلام. فهمتم هذا؟ لأن أصل هذه الحركة هي حركة علمانية غربية نشأت في بلاد الغرب من منطلق غير ديني بل مضاد للدين، ويهدف إلى قطع صلة الإنسان بالله عز وجل، ويسعى أو تسعى الحركة إلى التحرر المطلق. وحتى المجتمع الغربي الآن بعد مضي نحو 100 عام من ظهور هذه الحركة أصبح يعاديها من النساء أنفسهن، ويعتبرن هؤلاء النسويات بين قوسين. طبعا كلمة نساء أصلا ما تستعمل لهذا واضح، لكن نسويات بمعنى يعني مرتبطات بهذا الحراك، يعتبرنهن متعصبات ضد الرجل، ويعتبرنهن أيضا يسيئن إلى المرأة. لأن كان من ضمن توصيات الاتحاد النسائي العربي في أول اجتماع له برئاسة هذه هدى شعراوي مطالبة مجمع اللغة العربية بحذف نون النسوة، لأن يظن هذا تمييز. طبعا يعني أنتن الأصل أن تعتززن بأنوثتكن، واضح؟ فهذا دليل على أنكن لا تحترمن أنفسكن، وترين أنكن لا قيمة لكن إلا بأن تنتقلن وتصرن وتتحولن إلى إيش؟ إلى رجال أو ذكور. إذا نشهد، واضح هذا؟